شي شباب تما، واحد كان مختطف مرت رئيس المحكمة، وكان مختطف واحد العراقي اللي انت يعني في اخبارك الضربة ديال كازا الضربة تاعو يعني التداخل فيها في الرسوم. كل فرح راني فرحت، هذا امر عادي، راه اي ضربة جات ضدكم توجعكم راه غيعجبني الحال. كنت باغي في الجزائر شيراتون ديال فاس، كنعرف نصوب المتفجرات بزاف، القتل في عدة مناطق. ومن بعد كنتفاجأ غيطلعوني للمحكمة عاوتاني، طلعوني للولاية عاوتاني من جديد. داوني للولاية باش مشيت للولاية الأمن فاس، داوني بالباندا، جاو ستة العشية هزوني من تما كاينات بتيجي أنا قادوس، داوني فدخلوني لواحد البيت أنا بالباندا. داك بقيت كندابز بالكابية مع الباندا، خلاوني بوحدي، بقيت كندابز مع الباندا. حبطت شي شويه درتها، كنلقى داك البيت عامر بالسلفيين، وهي شحال اللي تنعرف واللي ما تنعرفش جايبين بزاف. وانا نط زعما انا هو الحباس اليوم، انا كنت في الحبس وجاي زعما نتوما اش كديروا هنا، نتوما شدوكم ما قدروش يهضروا، ما يكونش خيفان. وواجه واحد البوليسي تجلس بلاصتك بدا تيسب لا وجهي صافي خرجوني حقو معايا الاحداث ديال كازا هادي اللي انت يا يعني في اخبارك هاد الضربه ديال كازا، وكان عندك اتصال معاهم. قلت له انا اتصال ما كانش عندي اتصال وما كان والو، ولكن الضربه تاعي يعني التداخل فيها في الرسوم. كل فرح راني فرحت، هذا امر عادي. انا عندي داك الفكر راه نفرح، مهما عندي داك الفكر وداك العقيده، راه اي ضربه جات ضدكم توجعكم راه غيعجبني الحال، فهمتي؟ لان كنحسبك انت كافر. المهم متفاهموش معايا، صافي هذا هو اللي كاين. في الاخر جابوا لي واحد المحضر قال لي بصم هنا، قلت له ما نبصمش، انا ما نتو داك الشيء بواحد من عند قلت بصم هنا، قلت له راح جاوا شدوا لي يدي من ورا كارطو تيبصموني داك المحضر شي تيبصموني صافي. دار ساعتين يردوني للسجن عين قادوس، دار غير شي قول شي اسبوع ولا كذا تيهزوني الترونسفير للسجن ديال المحكمه ديال الرباط، داوني تما. فاش داروا لي تما كينات داروا لي مواجهه مع روبير ريتشار. انا روبير ريتشار عمرني شفته مباشره، الفرنسي الملقب بالحاج، عمرني شفته الحقيقه ما غاديش نكذب. بدا يقول لك انت عندك علاقه مع هذا، قالوا روبير كتعرف، قال لهم انا السيد ما تنعرفوش، حتى هو تيهضر باللغه العربيه الفرنسي، قال لهم ما تنعرفوش برأني. زدت انايا قلت لهم ما تنعرفوش صافي. كان داك الساعات قاضي التحقيق هذا ديال الايران سميتو تنسى الشنتوفي، استاذ الشنتوفي. قال لي الاستاذ الشنتوفي واش عارف هذوك ما تنعرفوش، واخا هكا صافي. في الاخر سمعتو قال لهم ميلك جاهز، طن طن داوني للسجن ديال سلا. تما بدات تكبلات السجن، وطبيعة الحال ما غنعاودش على السجن، تندخل في السجون كل عاد غنعاود على اي حاجه بحال السجون دابا هذا صافي. هبطوني ردوني للسجن ديال قادوس. بعد فاش دخلت للسجن ديال عين قادوس، دازت عاوتاني شي 15 يوم في السجن، هزوني طلعوني للمحاكمة. كانت محاكمة ماراطونية، كانت محاكمة عجيبة، يعني بواحد السرعة 2 لـ 4 2 لـ 4 2، يعني ما عمرني شي واحد تأجل 2 ولا 4 ولا يطلع 2 لـ 4 2 يحاكموك. زربوا عليا، ملي فكرت علاش لقيت المحكمة كلها باغا فيها الخدمة، ولقيت الضابطة القضائية هو اللي الأمن، لأن داك البوليسين ديال البوليس ديالهم الأولى توقفوا من الخدمة على حساب الراديون، والراديون مابقاوش يخدموا به في مدينة فاس لمدة شهرين، كيخدموا غير التليفونات، كيقولوا راه عند شي جماعة. المهم قالوا هذا المسخوط هذا اللي حمقنا راه نسيفطوه نغرقوا بابه صافي. يعني محاكمة ماراطونية، وما عمرهم قالوا لي سميت بوك سميت مك، كنطلع كنخو سميت بوك سميت مك رجع، ولا طلع سميت باك سميت امك ارجع، سميت باك حتى المحاكمة الخامسة. المحاكمة الخامسة هاي تفتح الملف، اوه اللي تنتفاجأ، وهي الخيرات سيدي ربي اكاريتا. انا ما كذبش، كنت انسان يقولوا لي مثلا
ضربت فلان، دبست مع فلان، غيرت المنكر فلان على سب الله، ديني نمشي وداك الشيء قانوني اللي طبقته انا يطبق عليا، اولا كنت باغي يعني شي مسائل لا اوصلوني باغي، قال كنت باغي نفجر شي راطون ديال الفاس. المهم شي مسائل اللي انا بقيت غير حالة فمي فيها. كنعرف نصوب المتفجرات بزاف. لقيت في عده مناطق مدرب عسكري السلفية الجهادية الشجاع في الامر بالمنكر. المهم غير هذاك المغرب بعدا خلاص هذاك ما فهمتش انا هذاك واش مع المواطنين ولا مع الاخر. هذاك نزل عليا بقيت تنقول مالك الموت هذا هنا ديك الساعه سبحان الله العظيم. المهم انا بقيت تنقول اعدام ولا مؤبد هادشي هذا خصهم يعطيو لي اعدام. هادشي اللي قال كان عندي هادشي يعني كنت غندير ولا كنت درتو، ولو انني كنقول ما كان ديما ما تنقولش انا ديك الفكر ما كانش عندي، انا كان عندي فكرة الغلو وكان قدر الله بقيت برا وتعطات لي اوامر ندير داكشي راه غندير داكشي ومضروب على داكشي وما عنديش المشكل الموت، ما عنديش المشكل ما نعرف شنو يوقع لي تنفكر. بالعكس انا عندي المشكل نبقى بالحياة داك الساعة، الربح اللي عندي هو الموت، هي نسمح في ولدي يتيتم ونسمح في مراتي تترمل ونسمح في عائلتي تتقص وتدمر، هذا هو الربح كان داك الساعات. طريق خطيرة جدا. ومن بعد ان تسالى مسائل لا فاش بقى يقول لي هذا بقيت كنضحك انايا، بقيت كنضحك هذ الوقت سبحان الله جاتني هستيريا ما حسيتش براسي بقيت كنضحك ملي قال لي هادشي هذا التوام هذا. ويقول لي الرئيس واش رديتينا قرود تضحك علينا ديال المستشارين اللي حدا هذاك جاتهم الضحكه المحكمه بقى كلشي كيضحك المحكمه. قلت له انا حاجه السيد الرئيس رد قرد، ولكن راه هادشي اللي قلتي لي راه كيبان انا شفتو غير في الافلام، واش بيني وبين شي سلاح ولا تفجير؟ انا كنعرف صوب المتفجرات، باش غنصوبو هاد المتفجرات؟ باش صافي. من بعد تتفاجئني حكمت عليك المحكمة بعشر سنوات نافذة. انا جالس وواحد قال له حكمت عليك المحكمة بثلاثين عام، بعدها بدا بثلاثين هو العشرين الخمسطاش عاد وصل لي انا للعشرة، والحمد لله اللي انا خلاني انا هو صاحب مول العشرة. يما راه هادشي وحديتي ما خطا 10 سنين غريب الامر، غريب الامر 10 سنوات علاش؟ شحال تستاهل مثلا على هادشي اللي داروك؟ يعني الا كانت هادشي اللي انا اللي يعني تهموني به، الا كنت هادشي غادي راه خصني اعدام، خصني اصلا ما يناقشوش معايا اصلا، ما تمشيش لهاد المحكمة لا تغي حاكموني من حقوقش من كذا، انا بقات عندي شي حقوق خصني يجي تيري في امي داك الساعات. اذا انت كتب لك انا كانت خطه مدروسه للايقاع كانت خطه في بعض شي مسالات كنشوف خطه، ولا انني كنت مثلا نقول لك على الخطه اللي كاينه. الخطه اللي كاينه هي انني فاش شديت عند البوليس، اولا البوليس الاولى قالوا هذا ولا غير فينا المنكر ها هما، زائد ما بغيتش نقردهم سخسختهم خمس ايام يعني تبزداو كاملين ما قريت لهمش فهمتي، وزائد ان الدائره ديما توقفوا عاوتاني جوج بوليس اخرين من الخدمه، زائد انني تحكمت غير بثمان شهور وما كانوا باغيين يدوني جينايات مغرق. يعني في الاخر لعبوا معايا بجواسيس، منهم واحد تيقولوا له حامد المجنون، ذكر الاسم ديالو واحد حامد المجنون كان وراه بشهادة فاس كل وصل الخبر هادي تيقولوا راه حامد المجنون سبب من جهه هادي كان ب 10 شهور دارو باش هو اللي كان هذاك حامد المجنون هو اللي كان يعني كيوصل واحد تيقول لهم في الولايه الشريف العالمي، هاد الشريف العالمي كان ضابط ولا ما عرفت شنو في الولايه، هو اللي كان كيقول له يا الشريف كان كيوصل له الاخبار عليا وتيكذب عليه الاخر عاوتاني بغى يتقرب لذاك البوليسي باش انني يعني باش بقى يخلي يبيع الحشيش برا يبقى يدير وهادي وهادي خصو فهمتيني ولا لا تقرب بيا انا ليه. بدا تيوصل له الاكاذيب وبدا تيوصل له هذا، وبصح والله اللي غيجيو يهزوني من تما غيديوني السله اقسم بالله الا قال لي هكا هكا هذاك مجنينا حامد قال لي راه غدا غيجيو يديوك وانت مسجون بحالي بحالك في شامبر مسدود عليك من الداخل كي غدير انت تقول لي غدا غيجيو يديوك وغدا جاو داوني اقسم بالله. وهذاك اللي عطاني التليفون وقال لي غادي تشوف انفجار في الدار البيضاء لا انت في الحبس وفي التليفون عيطوك غا انت المغرب قدو قداش عيطوك قالوا لك انت راه انفجار وقع في صحاب الحي اللي داروا تضغط استخبار في جوج دقائق ومن بعد كتقولها لي باش عارف اني انا درت عندي داك الحماس وعندي داك الشيء باش انا نهضر باش انتم ما توقعوا باش هما يوقعوا بيا بها 10 سنين.
فهمتي، وكان اكثر من هادشي كاين حتى بعد بعض المسؤولين في مولا يعقوب حتى هما زادوا ضغطوا عليا لان كانت عندي معهم حسابات فهمتي، ومن بعد عطاو الاسم ديالو ان شاء الله. تحاكمت ب 10 سنين تما زدت وليت كنفكر تفكير اخطر واخطر، وتلاقيت مع السلفيين داخل السجن، وتما غتوقع لي المحاكاه يعني غنتحاك مع المعتقلين السلفيين وحتى المعتقلين الحق العام اللي غنتلاقاهم تما، وغتبداو ديك الساعات غنبداو النضالات يعني غنبدا خصنا الحقوق ديالنا خصنا، ولو ان الاداره من طبيعه الحال ديال السجن ما غتعطيك والو، بالعكس ديك الساعات عليك مراقبه داخل السجن مشدده، ويعني الزياره تيا كيراقبوك فيها، اي حاجه كتراقب داخل السجن فيها. بقيت واحد المده تما في السجن ديال عين قادوس، في الاخر وليت تفكر في الهروب، بغيت نهرب من الحبس ديال عين قادوس، وشفت شي شباب تما، واحد كان مختطف مرت رئيس المحكمه، وكان مختطف واحد العراقي يعني عنده يعني مشاكل كبيره يعني مع الدوله، مع خاصه مدينه هاد الاختطافات والسرقه، واصلا هذا كان عنده فكر ديال الهجره والتكفير وما عرفاش الدوله، كان معنا في السجن.